محمود ابو كرقوبة. بعرفه. شلون ما بعرفه؟ انا اللي بعرفه. بديع، ما بتتذكر انا قديش كنت احكي لك على جدك محمود؟ لك ايه يا لطيف، شو كانت تحكي لي عنه؟ لا بديع بتحكي له، انا ما بتحكي لي، انا مو ابو كرعوبة انا. لكان لك لا غادة، شلون انا ما كنت احكي لك؟ كنت احكي لك، بس انت يمكن ما كنت متذكره. كنت احكي لك انه جدك محمود كان مهاجر على كندا. لا امي، ما كنت تحكي لي، ما كنت تحكي لي غير عن عمي ابو شاهين وعمي ابو شهاب. انا متذكره منيح. مين ابو شهاب؟ مين ابو شاهين؟ هي البنت ما عم تعرف شو عم تحكي، بزغرة أكلة وعى. أبو شاب جد جوزة، وأبو شاهين أخوه. لك شو جد جوزين يعني عريشك؟ شو بتنسي نسيتي إنه أخواته الأبي؟ الله لا يوفقك بجاه الحبيب، يعني أنت ما بيهنالك عيش إلا إذا إجوا وقاسمونا ليكي بقتلك. أستاذ شو بدك فيها؟ أتركك منها. أهلين، أنا لازم بشوف أبو شاب وشوف أبو شاهين. أبو شهاب وأبو شاهين بالحبس، الله لا يفك أسرهم رأفة بالعالمين. أستاذ بتعرف هدول إذا الله فك أسرهم وصار معهم مصاري شو بيعملوا؟ شو؟ ما في عالمية، أول شي بيقوصوك إلك. يا ريت بيقوصوهم، ليش إنه بيقوصوا يبعتلون أواص. شو بيعمل أبو شهاب أبو شاهين؟ بينشروا على المنشرة، بيحطوه على الشلة مشان يوفروا قال شو رصاص. إذا ما في لا حكم عليهم ما في ضرورة. ان شاء الله ما تسمع عمتي شملكان بالموضوع. مين شملكان كمان؟ عمتي، عمتي اخته لابي. لك ابي قومي خديها، خديها احسن ما انشرح الشله. ها احنا شله هون، لوين بدي اخذها؟ وين ما كان زكي بدي رح تفضحنا. لا لا اتركه، انا لازم يعرف مين شملكان. اخته لجوزي اللي قلت لك عنه بالقبر. كمان بالحبس؟ مو اقامه دائمه، يعني فايته طالعه. شو تهمه؟ تهم مختلفة استاذ. ما في داعي، ما في داعي، مستر ابو كرعوبة ما بيهب غير حسن سيرة حسن سلوك. كل بيت ابو كرعوبة اللي هون بالبلد حواش، ما في غير نحنا حسن سيرة حسن سلوك، لكن ليش نحنا مفعورين؟ جوزك ماجد كان عنده مشاكل؟ ما لحق، كان بحار، مات ابن 17 سنة، غرق قبل ما يبلغ سن الرشد ويطالع حسن سلوك. 17 عنده ولدين؟ أنا كنت بنت 15، عمل العرس وبصباحيته بعتوا وراه مشان يروحوا على هونغ كونغ. أمي يعني ضروري تحكي له هالقصة؟ ما في مشكل، أنا بهب يسمع قصة. بعد 9 أشهر إجا بديع. قاعدة كيف إجا؟ صار عمر بديع 4 أشهر. إجا من هونغ كونغ، وصل الساعة 9 المساء، الساعة 12:30 بنفس الليلة بعتوا وراه على راسه للرجا، وبعد 9 أشهر شرفت غادة. بعدين انت رجع؟ ما رجع، لو رجع دقيقتين كنت شفت عندي 3. غرق بالمحيط بقلب المثلث تبع برمودا. بدك تقول ما بعرفه حتى بالوش. شلون خطبه انت ما شافه؟ لك ما شافه بنوم، بعت رسالة قال اخطبوا لي بنت عمي، خطبوني، وصل من هاي واي بليلة العرس. مع كل هذا شيء أنا بهبي يتأكد من معلومات. اتأكد إذا بدك بروح معه. إيه ماما روح معه. لا تتركه لأنه هو رجال غريب ما بيعرف يعوص بالبلد، لا تتركه بنوك.